أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر خير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا إلا هزوا
مانهم كافرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس
انتهاء عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا صدق الله.